أحسن الله إليكم. يسأل هذا السائل يقول: هل يحق لي كمعلم أن أقبل من طلابي في المدرسة منحي شهادة شكر وتقدير غير مصحوبة بهدية؟ وهل يجوز لي وأنا معلم أن أعطي مدير المدرسة مثل هذه الشهادة؟ نعم، إذا كان ليس مالا وإنما هو مجرد اعتراف بفضل المدرس وأدائه الواجب، وكذلك المدرس يعترف بفضل مديره وأدائه الواجب، فلا مانع من ذلك. نعم.